يعني شوفي انا مع المساواه في كل شيء صحيح، الا في القياده بالنسبه للنساء. اسمعنا، لان احس انهم ما يعرفون يسوقون بصراحه. يعني هني بالكويت المراه تعتقد ان حتى صحيح. في الشارع ليدز فيرست، لازم هي تروح قبل، مع ان الطريق مو لها. وما ادري، احس ان في مشكله عندهم، كل ما القى زحمه القى ان في مراه وراء هذه الزحمه. انا مع المراه في كل شيء ومع المساواة. لا، وفي حريم لازم يسوقون، لأنه ممكن يكون ما في رجل في البيت. صحيح. ما عندها أخوان، ما عندها أبناء، ما عندها زوج، whatever، ما نعرف شنو تكون ظروفها. ولكن بشكل عام بصراحة الله يعين السعودية، لأن يعني راح يعين شباب السعودية. المرأة السعودية عندها قدر كافي من الوعي والثقافة، وهي يعني قادة شباب مبدعين. إيه؟ وناس مبدعة، صعب انها تقود سياره. اي عاد الحين يعني شيلاء هي اللي قفطتها مثل ما يقولون، ما ادري اذا الكلمه صح ولا غلط، يعني صايده الحركه، يعني قاعده تحرجني. لا حبيبتي، ما لها علاقه، المره ما تعرف تسوق. سعوديه، كويتيه، عراقيه، لبنانيه، بحرينيه، لا اشوف ان الحريم ما يعرفون يسوقون، وانا اثق في الحريم. انا اراهنك ان انا اسوق احسن منك. والله اني انا طل. والله اسوق احسن منك. انت شايف نفسك شلون تسوق؟ في مره انا دعمت، بسم الله علي، وانا بعد ما دعمت ما شاء الله. لا اله الا الله. ما انا ما انا عموما اي بنت اركب معاها بالسياره اذا كانت اول ما اخذت الليسه بس. اي بس برافو. اول ما اخذت انا، لا انا سياقتي هاديه. لا انت تدرين. لا انت ما تعرف تسوق صالح، انت الواحد ينجلط معاك بالسياره. من يوديك ويردك انت لحتى تنقل الموضوع علي. انا شكو ليش شخصانيه؟ احنا قاعد نتكلم عن النساء والرجال. لا تقول ان المراه ما تعرف تسوق. انا قلت المراه، ما قلت انتي، ما قلت شيء. لا انا شنو؟ انا مرأة، ما لي شغل بهالموضوع. ولكن والله الحريم فجأة تلف عليك. كيفها؟ فجأة كيف؟ لا هذه أرواح، هناك أرواح وهناك أهالي موجودة. أنا ما أقول لك إنه ما في رجال، هناك رجال عندهم رعونة بعد، بس أنا ساعات أستغرب متي مرة دايسة. لا. دايسة دايسة فوق ال 120 ولا 160. أنا صادفت. أنا أقول إن المرأة أنا وايد أحب النساء. إيه وأنا راح تكون محافظة على سلامتها. أنا رشح إن المرأة تكون رئيس دولة، ترى أحس إن أنت فاهمة شنو يعني رئيس دولة؟ يعني أنا كل أصدقائي نساء بس ما يسوقون. صديقاتي، كل صديقاتي أغلبهم نساء. ليش قلت أنا؟ أصدقائي، أصدقائي نساء. أصدقائي؟ أنا سوري، صديقاتي أغلبهم صديقاتي نساء. ولكن إنها تسوق، أنا لما أركب مثلا يحدني الزمن إن أنا أركب مع بنت. إنزين إيش رأيك بالطريق اليوم أنا أسوق بس عشان تشوف؟ لا الله لا يقول، ودي طالع من البرنامج. ترى أنا أسوق وايد زين.